وصلنا إلى فقرة ضيف ونناقش فيها موضوع التكوين المهني، هذا الورش المهم الذي كان موضوع خطاب العرش الأخير والرهانات المعقودة على مراكز التكوين المهني في إطار أو في إعداد أطر أو كفاءات تستجيب لحاجيات سوق الشغل. دعونا نرحب بالدكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، مرحبا بكم سيدي. بس يا عبد الله، ما الذي يميز الدخول في مجال التكوين المهني خلال هذه السنة، سيما مع التوجهات التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير؟ يميز طبعا أن قاطرة ستنطلق وقاطرة ستنتظر على أي حال. واقعنا التعليمي واقع سيء كما تعلم السي عبد الله، احنا نتديل الترتيب العربي وأيضا متخلفين جدا في المستوى الدولي، وأحسن جامعة عندنا في التعليم تحت 45 في إفريقيا و800 من بين 1000. إذا واقعنا التعليمي ما لم يكن واقعا مشغلا ومنتجا للكفاءات فهو ليس واقع. الآن نمر إلى القاطرة التي ستسير أو التي تسير، هي التكوين المهني. التكوين المهني دخول جديد بتعليمات ملكية واضحة، بأجندة جديدة، برؤية جديدة، بمقاربات جديدة، وبحوار وطني حول التشغيل، وبمؤسسة جديدة ستعمل من أجل تهيئ اللوجستيك اللازم، اللي هي مؤسسة الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرؤية وجه إليها الملك، وهي أن يكون للتعليم للتكوين المهني قوة هندسية، أن يكون اختياري وليس اضطراري. الآن هناك من يضطر للسير أو لاختيار التكوين المهني، يجب الرفع من قيمة هذا التكوين. وبالتالي جلالة الملك وجه أن يعني أعطى تعليماته أن يكون توجه سنوات أو سنتين قبل البكالوريا حتى يتمكن الشخص من اختيار الوجهة التي ترضيه أو يرتديها أو يرضاها. والتوجه الثاني المهم جدا هو الرفع من قيمة أولا اللغات، ثانيا توجيه التكوين المهني نحو المهن العالمية. أنتم تعلمون أن الصين الآن تفرض على الدول، بل تقترح بل توجه ويعني توصي أن تكون الدولة التي ستستثمر فيها في مجال التكنولوجيا الحديثة أو التكنولوجيا الدقيقة أو الصناعات، أن تهيئ إطارا وبنية تحتية قادرة على استيعاب هذه الاستثمارات ومنها هذه المهن. إذن لابد من تكوين ينحو نحو المهن الحديثة ونحو المهن العالمية، وهذا ما نسير نحوه طبعا بمقاربة جديدة بمؤسسات تكوينية جديدة. التكوين المهني السي عبد الله عنده 50 عام في المغرب، يعني راه صافي وقف على رجليه 50 عام في المغرب، لكن السؤال هو هل استطاعت مراكز التكوين يعني ربح رهان تكوين نماذج كفاءات تستجيب لحاجيات يعني السوق، حاجيات المستثمر الأجنبي هنا في المغرب؟ إلا شفتي من حيث الكم، من حيث العدد، تقول البنية التحتية لا بأس بها. هذا العام غيتزادوا 24 مؤسسة، عندنا 370، إذا غادي تكون في هذه السنة ديال 2018 4 المليار ديال الدرهم اللي موضوعها المكتب ديال التكوين المهني. مؤسسات كثيرة من غير هذو ديال المكتب 370، مؤسسات كثيرة على مستوى القطاع الخاص وأخرى على مستوى باقي الوزارات التي يعني لها هذه المؤسسات، لها يعني تتدخل في هذا المجال، مجال التكوين، يعني هذه سياحة، هذه غيرها من المؤسسات على أي حال والقطاعات. إذا عندنا تقريبا واحد 600,000 كرسي بيداغوجي غيوصلوا له هذه السنة، عندنا 10,000 ما بين متعاقدين الأساتذة، ما بين المتعاقدين والمستقرين يعني الرسميين. إذا من حيث العدد جيد جدا، ولكن من حيث المقاربات، من حيث المناهج، من حيث أن يكون هذا التكوين مشغلا بالضرورة وليس فقط، ومن حيث أن تكون له قيمة، فلا بد من هندسته. حينما أقول هندسته ما يكونش دوك السنتين فقط أو يبحث الشخص على ما عرفتش أنا إجازة تكوينية ليسونس بروفيسيونيل أو شيء كهذا، لا، خاص التكوين تولي هندسي، تولي الناس كيتخرجوا كمهندسين أيضا عندهم الخيار، إما يكونوا تقنيين بعد سنتين أو يعني عندهم الإجازة المهنية ويمروا أكثر إلى الجانب الهندسي. لما لا؟ هذا إلا بغيتي يكون عندك تكوين مهني قوي، والثاني أن يساير يعني السوق العالمية التي تسير بسرعة. احنا 50 عام ولكن ما مشيناش بديك السرعة، عندنا 280 مهنة كنكونوا فيها في المغرب، ولكن فيها بزاف التقليدي اللي كيمشيو له الناس وكيبقاو كيتيهوا فيه. الآن لابد أيضا وبالموازاة لابد من تعليم قوي. الجامعات
تخصص في القانون، تخصص في الأدب، تخصص في الإدارة، في تكوين المتصرفين، في غير ذلك. ولكن التكوين المهني يجب أن يهيئ لنا أرضية قوية وموارد بشرية قوية في مجال الشغل. وأنت تتحدث عن مسألة التكوين، قلت في بداية كلامك بأن واقع يعني التعليم في المغرب سيء جدا، المغرب يتذيل الترتيب، كثر الحديث بشأن تخريج الجامعات لخريجين يعني يحملون شواهد لا يستجيبون، لا يجدون يعني فرص شغل تواكب ذلك. نشاهد بالمقابل يعني مشاهد العاطني العمل أمام البرلمان، تعرف أنت هذا الواقع. إلى أي مدى استطاعت مراكز التكوين في هذا الإطار ملائمة التكوين مع يعني ما يريده سوق الشغل في المغرب؟ شوف، هذا القطاع ديال التعليم ما يكفيش فيه فقط الكفاءة، يعني لما يكون شخص مسؤول كبير موجود على رأس هذا القطاع الهام جدا، لابد من شوية الشجاعة، نكونوا واضحين. وحتى في المفاهيم العالمية راه كيقول لك لي دو سي، يعني كومبيتونس كوراج، يعني خصنا نكونوا واضحين فيها. ومن طبيعة الحال تخوازيام سي هي سيتويانتي، يعني المواطنة راه حاضرة، ما نقولش عليها لا. لما نمشي في هذا الاتجاه ونقول انه للاسف ما زالت محاضرات الشجاعه في مجال التعليم، للاسف ما زالت هناك ارضيات او ما عرفتش كيفاش نسميها، توجهات تبدو احيانا تجاريه. الناس في العالم راه ولاو الوليدات الصغار ما كيديوش ثلاثه الكرطابل، هما غاديين محافظ محفظات، هما غاديين المدارس، راه غير طابليت، يعني لوحه الكترونيه فيها كل شيء. الا بغينا تعليمنا يزيد لقدام خصنا نمشيو بالتكنولوجيا ونستافدوا من التكنولوجيا الحديثه. اما أن الجانب التجاري يفرض أو الجانب الاقتصادي يفرض الورق والطباعة وغير ذلك، فهذا يؤخر تعليمنا للأسف. ما دامت ما عندناش الشجاعة نديروا مناهج جريئة وقوية ومسايرة للتعليم المتطور عالميا، فنحن سنض وما زلنا عندنا غير صراع اللغات، واش الدارجة واش الفرنسية واش العربية. صافي، اللغات تعدد لغات جيد، إنجليزية وفرنسية وعربية، وهذا هادشي راه اتفقنا عليه شحال هذا، ولكن المناهج التعليمية الحديثة البيداغوجية الحديثة سوتو التعليم الأساسي فهذا فيه تأخر. التعليم الجامعي هذا موضوع اخر، احنا تكلمنا الان على القاطره ديال التكوين المهني، يجب في الجانب الاخر ان يسيرها تعليم قوي على المستوى الجامعي، والا سنظل على حالنا، والسنه المقبله ايضا سنقول ما قال المتنبي باي حال عدت يعيد. الان هل تلمس قدره فعليا لمراكز التكوين في تكوين شباب قادرين يعني على امتصاص أزمة البطالة في المغرب؟ هذا راس واجب، ما بقاش عندنا في نزيدوا شوية القدام، وحالة التعليم وحالة الصحة يعني ما نقولش كتبكي ولكن كتحير، ما نلقاوش لهذيك العلاج اللي هو ضروري. ولكن في مجال التكوين المهني نحن نلج سنة جديدة بمقاربات جديدة، بلوجيستيك جديد، بنية تحتية جديدة لتستجيب للمؤسسات التي تستثمر في المغرب، وللمؤسسات المغربية وللمقاولة المغربية، ولتعطي الشجاعة والقدرة والجرأة أيضا للكفاءات المغربية وللطالب المغربي بعد خروجه وللشباب المغربي أن يغامر من طبيعة الحال، ولكن يغامر بوضوح حينما يؤسس مقاولة صغرى، أن يعرف أن هذا المجال هو مجال للتنافس، وهو مجال للدراية، وهو مجال من طبيعة الحال للعطاء وللإنتاج وللإبداع وللخلق. إذا ما لم نسير على هذا الاتجاه وما لم نطمئن شبابنا، فمن طبيعة الحال بأي وجه سنواجهه به في السنة المقبلة. الحمد لله أن الملك أعطى توجيهات واضحة في هذا المجال. نعم 2019 إن شاء الله ومع 2020 سيكون أمامنا في إطار أيضا الرؤية ديال التنمية ديال التكوين المهني ديال 2021 أمامنا وضع جديد. لابد إذن إما تكوين يعني فيه ثلاثة أشخاص، فيه شراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وغير ذلك، فيه أيضا التقائية، فيه تشارك وفيه شراكة، هذا هو باش يمكن نهضوا بهذه البلاد. ومن طبيعة الحال التكوين المهني قاطرة مهمة جدا في التنمية. أستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي كنت ضيفنا الليلة، شكرا جزيلا لك.